هناك كلام كثير بعضمة لسانه أصيل يا بواليا. ولتر بواليا لاعب مهاجم النادي الأهلي، الأهلي جابه من الجونة، كان مصحوب بأحلام كثيرة وكبيرة، لكن الحقيقة ما انسجمش، ما أضافش كتير. الظروف القيد القائمة الأفريقية دفعت مسؤول الكرة في النادي الأهلي إلى إعارته إلى أحد الأندية التركية. طبعا مفهوم جدا أن أي لاعب بيخرج، خاصة أنه جاي النادي الأهلي محمل بأحلام وأمال كبيرة جدا، لما يخرج معار اعتدنا أن احنا نشوف الناس في قمة الغضب، في قمة الاتهام، في قمة العصبية. لكن الحقيقة امبارح كان ولتر بواليا على الهاتف من اسطنبول مع مستر مع الزميل ابراهيم فايق، تحدث عن هو ليه ما نجحش مع النادي الاهلي. يعني حتى كان سؤال الزميل ابراهيم فايق، انت جاي من الجونه مكسر الدنيا، ايه اللي حصل لك في النادي الاهلي؟ اتهم مين بالظبط بواليا؟ نسمعه. صف لي مشاعرك في اللحظه التي ارتديت فيها قميص النادي الاهلي لاول مره وتواجدت في النادي الاهلي لاول مره. أولا أحب أن أقول أنه شرف لي أنني كنت أرتدي قميص النادي الأهلي، وأنا أحترم النادي الأهلي جدا. كانت سعادة كبيرة. الأهلي فريق عظيم، فريق كبير في إفريقيا، وهو فريق معروف على مستوى القارة، وكان شيء عظيم أن أرتدي قميص النادي الأهلي. أسباب عدم تألق ولتر بواليا. أنا لم أفهم ثقافة الأهلي إلى أن دخلت إلى النادي الأهلي، وكان يجب علي أن أقضي وقت لفهم ثقافة الأهلي، وهناك أشياء كان علي أن أتعلمها في هذا الفريق حتى أكون لاعب جيد. أنا لا أستطيع أن ألقي باللوم على أي أحد، ولكن ربما لم أفهم ثقافة الأهلي. ماذا تقصد بثقافة النادي الأهلي التي لم تفهمها مبكرا وكان عليك أن تعيها قبل أن تكون متواجدا في الملعب، وعلى ما يبدو أنك فهمتها في وقت متأخر؟ في كل بيت من بيوتنا هناك روح لهذا المكان. بالنسبة لي أنا أفهم ما أنا أفهم الأهلي، وحاولت أن أفهمه، أخذ مني بعض الوقت لكي أتفهم إلى أي اتجاه أتجه، ولم أفهم هذه الثقافة بشكل جيد. ولكن كلما قضيت وقتا، كلما عرفت وتفهمت تلك القواعد وتلك التعليمات وتلك الروح الموجودة في الفريق. هو ده الهدف من الرياضة أستاذ إبراهيم، أن تكون أمين صادق مع نفسك. هو مش خارج بغضاضة، ومدرك أن جزء من المسؤولية بعدم نجاحه بالشكل المطلوب يعود إلى عدم استيعابه الثقافة والأدوار المطلوبة منه آنذاك. وقال أن في كل بيت بيبقى فيه روح ونظام. والبيت ده كان لازم أفهمه بسرعة، عشان أنا أدركت متأخرا وحققت بعد النجاح. وفعلا أحسن ماتشات لبواليا في الثلاث ماتشات الأخرانيين. ولكن مؤكد ان بواليا ما كان يقول هذا الامر، هو وغيره من الذين يخرجون من النادي الاهلي الا لو كانوا فعلا لقوا حاجه تستحق ان يتم الاشاده بها، وتعبر عن نوع من الاسف على ان هم يعني خرجوا، وتحس انهم في يوم ما سنعود لنترجم استيعابنا لهذه الثقافه الى نجاح. ده كمان رسالة اللعيبة بتمشي، لأنه باستمرار بنقول الأهلي جاب فلان وما نجحش، والبعض يعتقد أن الجهاز الفني هو السبب، أو الناس اللي اختارت هذا اللاعب هم السبب، ومحدش بياخد باله إلى أنه اللاعب القادم إلى الفريق، بالذات فريق فيه نظام بالشكل اللي بواليا بيتكلم عليه،
عايز وقت علشان يقدر يستوعب هذه الروح، هذه الثقافة، فيها تفاصيل كتيرة جدا. حالة الانضباط اللي هنا مش زي المكان أو الأماكن اللي اعتادها، حجم الضغوطات ومستوى التنافس وطموحات الجماهير، الأهداف اللي انت بتلعب علشانها، الدوافع والحوافز اللي انت بتلعبها، ضغوط الجماهير، مستوى أداء المنافسين ضدك، سيستم اللعب ونظامه، حاجات كتيرة جدا بتخلي هذا المكان مختلف. محتاج وقت عشان تستوعب هذه الظروف كلها، عشان تقدر تنصهر في هذه الثقافة، وده اللي بيخلي لعيبة كتيرة بتيجي الناس بتستعجل نزولهم. يمكن موسيماني لما كان جه ولتر بواليا دفع بيه سريعا، وقتها الناس كان ليها رأي انه يستنى شوية، بنشوف العناصر اللي الأهلي ضمها هذا الموسم، ممكن الراجل ياخد الدرس برضه ويتأنى في منح الفرصة، لأنك أنت من كل العناصر سواء اللي راجع من الإعارة أو اللي جاي من بره، لا عايز وقت علشان يهضم ويستوعب هذه الثقافة اللي أشار إليها ولتر بواليا باهتمام. أنا بس عشان أقول لك المسألة مش بس ليه علاقة باللعيب الكويس واللعيب اللي مش كويس. هدي لك مثل واحد شطب كول يخلي الموضوع ده محسوب. في أحرف وأذكى وأكثر كفاءة من ميسي؟ لا. راح باريس سان جيرمان حتى الآن ما هوش مقنع، بدليل إنه اتغير الماتش اللي فات وخرج غاضبا. أول مرة في حياته يخرج. فإذا كان المسألة مسألة ثقافة المكان بتضيف إلى الإنسان، فأنت حاجة من اتنين، إذا كنت أنت داخل عشان تغير المكان لثقافتك هتجد صعوبة. لو أنت هتستغل إمكاناتك وذكائك ومهاراتك إنك تمشي مع ثقافة المكان إذا كانت تناسبك هتنجح، لما تناسبكش هتقول يا ريتني ما مشيت. وده كلام مهم جدا من بواليا لكل جماهير الأهلي. بالراحة على اللعيبة الجداد. ادوا اللعيبه الجداد فرصه يستوعبوا ويهضموا هذه الثقافه وياخدوا على هذا المكان. حجم التوقع، سرعه الحكم وحجم التوقع العالي، وانتم فاكرين ان اي لاعب من اللعيبه الجداد مجرد ما هينزل هيكسر الدنيا؟ لا، مش ترس. المساله محتاجه وقت عشان يوصل للي اشار اليه ولتر بواليا، اللي احنا تعمدنا ان احنا نجيب كلامه لانه رساله لكل الجماهير في استقبال اللعيبه الجداد، بالراحه عليهم شويه ومساعدتهم على هضم ثقافه المكان.